اهلا بكم من جديد مع هيثم في الصين. الناس اللي بتسال طب هو ازاي الصين ده تحليل، يعني ازاي الصين ايطاليا يعني عدت الصين بكتير، والصين رغم عدد السكان ده كله ما خلصوا الموضوع بسرعه، وازاي ما انتشرش، وازاي وازاي وازاي. انا ليه بعمل الفيديو ده النهارده 1 ابريل 2020، والدنيا بيس في الصين، والدنيا خلاص. عايز اقول لكم انا عملت الفيديو لسه انا في القطر ماشي من مسافر من مدينه ايوو لمدينه جوانجو. ركزوا معايا عشان الموضوع ده مهم قوي. فوجئت وانا قاعد دلوقتي 2 شرطه، هبعت لكم الصوره بعدين في الكومنت، في اول كومنت هحط لكم الصوره، 2 من الشرطه من السكيورتي بتاعه المحطه بتاع القطر يعني، واحد وواحده ست جايين. لو سمحت ورقه كبيره عريضه، لو سمحت معلش ممكن نشوف التذكره، اتفضلوا. طب نشوف جواز سفر، اتفضلوا. طب دخلت امتى الصين، كبالك قد ايه في الصين، عنوانك ايه، تليفونك ايه، جاي منين، رايح فين، درجه حرارتك ايه، رحت وهان قبل كده، الدوله اللي انت جاي منها قبل كده كانت ايه. حوالي 30 سؤال، انا مقدم ورقه كبيره عريضه وبيانات، وعمالين يصوروا وعمالين يعملوا كل ده ليه؟ عشان تقريبا انا الاجنبي الوحيد اللي في القطر تقريبا دلوقتي. ليه؟ عشان اللي انا قلت لكم قبل كده ان مفيش واحد بيفلت من تحت ايديهم. طبعا لو انا طبعا شايفين في الكاميرا، طبعا كل الناس بلا استثناء لابسه ماسكات، اديكم شايفين حتى النهارده 1/4، والدنيا فعلا فعلا بجد الدنيا امان هنا. الدنيا انا يعني خلاص مفيش حد، انا الناس بتتعامل بطبيعتها جدا، بس رغم ذلك واخدين كافة أنواع الحرص اللي الحكومة قالت عليه. أتحداكم تلاقوا واحد مش لابس كمامة. لو أنا لفيت القطر أهو، القطر كله أهو، اتفضلوا. أتحداكم تلاقوا واحد مش لابس كمامة. ليه؟ عشان الناس واخدة بكل درجات الحرص. عرفتوا ليه الصين عالجت الموضوع؟ والله ليس دفاعا او تبرير يا جماعه، انا بنقل تجربه. الصين انا نشرت فيديو وانا مش متفق، وبيقولوا ان الصين بتخفي معلومات، ما تخفي زي ما تخفي بقى، مش دي قضيتنا. بس قضيتنا انا الناس اللي بتقول السؤال اللي محيرها، ازاي الصين عملت كده يا جماعه، رغم ان هم عملوا معايا الاجراءات دي. بتفضلوا بصوا جواز السفر لسه مطلعه اهو، عشان عاملين يسالوا فين ادي التذكره، قالوا لي التذكره، اتفضلوا التذكره. طب تاريخ الاقامه، اتفضلوا الاقامه. طب الدخول، طب جيت على مطار ايه، طب رحت فين، طب جيت منين. قلت لها عايز اقول لك بس حاجه، قلت لها انا جاي من مدينه ايوو، قالت لي ما انا عارفه القطر مدينه ايوو يعني. قلت لها اصلا مدينه ايوو دي عشان اخشها، اصلا عشان اخش مدينه ايوو دي بيتعمل عليا كشف كده، يعني ايه يعني، ورايح فين وجاي منين، وداخل الفندق لازم الشرطه تيجي وتقيس درجه حرارتك. عايز اقول لكم هم عاملين اهتمام غير عادي بجد فعلا. والله لو في نملة عندها كورونا في الصين لا يمسكوها ويقفشوها. انتوا واخدين بالكم فعلا بدون مبالغة، لو في نملة في الصين عندها كورونا هيمسكوها وهيعرفوا انها عندها كورونا. فعشان كده اولا في حرص شديد جدا من الحكومة، وتجاوب كبير جدا من الشعب، هو ده السبب الرئيسي في ان الصين قدرت تسيطر على فيروس كورونا. بجد رسالتي والله، انا مقيم في الصين اهو، رسالتي والله لكل دول العالم ولكل حكومات العالم ولكل جمعيات العالم ولكل مستشفيات العالم ولكل شعوب العالم، اللي عايز يتعلم فعلا ينجح في مقاومة فيروس كورونا بأقصى سرعة يتعلم من التجربة الصينية. حتى لو أنا مش مختلف معاكم، ربما هم السبب، ربما هم اللي بدأوا الفيروس، ربما احتماليات، ربما مش عارف بدأ في وهان، ربما الأكل فيه مشكلة، كل ده مش مختلفين. احنا بنجيب النتيجة النهائية دلوقتي، أنا بكلمكم على النتيجة النهائية. اللي عايز يتعلم فعلا تجربة الصينية تجربة مش ممكن مش سايب يا باشا، ما فيش حاجة هتعدي من تحت ايديهم. 1,600,000,000 درجة الحرارة بتاعتهم بتتقاس في اليوم 5 مرات، وتقريرها كله عند الحكومة الصينية. اتمنى اكون يا رب وضحت الرسالة، وضحت المعنى. احنا بننشد الصح اينما كان، بننشد تجربة كويسة في اي مكان، وعايزينها وعايزين نوصل لها وعايزين نتحصل عليها، بصرف النظر عن الخلافات او الاسباب او 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 او. أشوفكم في كل ما هو جديد ولا لقاء،
ومعكم هيثم في الصين من القطار المتجه من مدينة إيو إلى مدينة جوانجو. حبيبتي مدينة جوانجو، لو رحت حتى مدينة إيو جميلة، بس برضو جوانجو دي حبيبتي برضو. أشوفكم على خير، السلام عليكم.